عايزين ننتقل للكلام العملي. صم صيام مودع، خلاص اعتبر ده اخر شهر في حياتك، اعتبر ده خلاص ساعات وهتدخل اوضه العمليات، اخطر عمليه في قلبك هتتعمل. عايزين ننتبه يا جماعه، عايزين ننتبه ان ال30 يوم دول هيتوقف عليهم مصيرك وحياتك كلها. عايزين ناخد بالنا ان رمضان ده امتحان هنخرج منه بشهاده شكلها ايه. كل ساعه في رمضان تروح خساره فادحه لا يعوضها شيء. ليه يا شباب؟ ليه ربنا قال شهر رمضان الذي انزل فيه القران؟ ايش معنى رمضان اللي ربنا نزل فيه القران؟ لان القران ده المهمه، ده الرساله. فربنا جعل البدايه في رمضان، بدايه الامه في رمضان، بدايه تغييرك في رمضان، بدايه تغييرنا كلها هي رمضان. رمضان البدايه الحقيقيه للتغيير والانطلاق لله. طب ليه رمضان ربنا خلى رمضان صيام؟ عشان البدايه تبقى بدايه قويه كلها ترفع عن الشهوات وتفرغ لدين الله سبحانه وتعالى. وبعد ايه الصيام في سوره البقره ربنا يقول واذا سالك عبادي عني بدا المسلمين ترتفع ايمانياتهم في معرفه الله ويسالوا عنه فاني قريب. اكتر حاجه تقربك من ربنا هي رمضان. اجيب دعوه الداعي، اكتر حاجه هتخليك مقبول عند الله هي رمضان. عايزين ننتبه يا اخوانا لخطوره الوضع اللي احنا فيه الوقت رمضان عشان نفوز فيه. مطلوب ايه؟ مطلوب خمس حاجات. ايه هما؟ اول حاجه قبل الخمس حاجات لازم كل يوم يبقى ما فيش حاجه اسمها الشهر 30 يوم قطعيه، لا، كل يوم في حد ذاته خطر. وانت في السحور تجدد العزم على العباده القويه جدا في اليوم اللي بعده. لازم يا جماعه ندخل بقوه، ما ينفعش نقع في النص، ما ينفعش، هتبقى مصيبه، هنبقى خسرنا كل حاجه. لازم ننتبه يا جماعه الى ان اليوم هنقسمه اوراق. احنا دلوقتي هنقول خريطه للشغل في رمضان، هنقول برنامج عمل لرمضان، هنقول خطه رمضان، هنقول روشته العنايه المركزه اللي هتتصرف لك لازم تاخديها بكل دقه وكل انضباط في رمضان. احنا دلوقتي هنتكلم عن شهر في غايه الخطوره يا جماعه، يبقى لازم تركزوا معايا. لازم تستعد صح، ده رقم واحد. استعد صح ازاي؟ انك تدخل ناقل على الثالث، ما تدخلش على الاول ولا الثاني. انك تدخلي على نظيف، البسي نقاب النهارده. ايه طب على نظيف، رب لحيتك النهارده. انت بتقول كلام غريب، لا ما بقولش غريب، انا بقول لك ادخل على نظيف واسمع كلامي، صدقني والله العظيم، ادخل على نظيف. ولازم تستقبله صح، استقبال الحبيب للحبيب. يعني ايه؟ يعني اضرب ضربه البدايه. ايه ضربه البدايه؟ ادخل بكل قوه. بكره المغرب احتمال يبقى اول رمضان او بعده المغرب، تبدا بكل قوه عشان قوه الانطلاق تخليك تنطلق ان شاء الله طول الطريق. وبعد كده تخطط صح. الخطه اللي هنحطها دي تحطها بين عينيك عشان يبقى كل دقيقه لها برنامجها. بعد كده تجاهد صح، انك لو جيت تفطر جاهد ان الخطه تتنفذ، مفيش حاجه اسمها انك تقع باذن الله. بعد كده تعرف ان كل حاجه من فوق مش بمجهودك. ايه الخطه بتاعتنا؟ ايه هي روشته العنايه المركزه اللي هتصرف لينا يا جماعه؟ نبدا من صلاه ايه؟ نبدا من صلاه الظهر. صلاة الظهر أول حاجة نبدأها بصلاة الظهر مثلا، طبعا احنا نقول لهم ظروف خاصة بعد كده، نبدأ إن شاء الله، نبدأ من صلاة الظهر. أول حاجة أول ما تسمع الأذان تلبي، يعني إيه تكبيرة الإحرام؟ لا، تكبيرة الأذان. أنا مش عايز أقول تكبيرة الإحرام دلوقتي، أنا عايز أقول تكبيرة الأذان. أول ما الأذان يقول الله أكبر كل حاجة تنتهي. ليه؟ لو ما كبرناش ربنا في رمضان هنكبره إمتى؟ خمس دقايق يا رب وأجي لك؟ انسوا المعامله دي مع ربنا. لا، اول ما يتقال يقول الله اكبر نلحق الاذان والوضوء تجديد الوضوء والسنه والصف الاول وتكبيره الاحرام. يبقى تكبيره الاذان دي اول حاجه. بعد كده هنصلي. طب من الظهر العصر نعمل ايه؟ هنبدا بفقره مفتوحه. الظهر العصر ده هننوع فيه، يعني طول اليوم هو القران والصلاه، انما من الظهر العصر دي الفقره المفتوحه بتاعتنا. هنعمل ايه؟ صله رحم، اتصل برحمك، زيارات اخوه واصدقاء، جميل، صنائع المعروف، ابدا اشتغل بقى. عندنا مجموعات، يعني الواحد بيشوف مجموعات شباب بيجمعوا بعضهم ويجيبوا عيش ويجيبوا سندوتشات ويجيبوا جبن ويجيبوا لحوم ويقعدوا يعملوا سندوتشات ويقوموا طالعين على الطرق السريعه موزعين على المواقف، بيروحوا بيتهم بعد ربع ساعه من الفطار، بس فطروا كم واحد. عايزين بقى نشتغل كده يا رجاله بقى، عايزين الشباب يلموا نفسهم بقى ويبداوا يشتغلوا، الشباب والكبار، والكبار لا ليه؟ كل واحد عايز يدخل الجنه يشتغل، والاطفال، كل واحد عايز يدخل الجنه يشتغل. ده الفقره المفتوحه من الظهر للعصر، فقره الدعوه، الشغل في الدعوه يا جماعه، اللي عايز يشتغل في الدعوه، لازم كل واحد يوزع في رمضان ده على الاقل 100 شريط. والله العظيم يا جماعه قليل، ولو معاك مال ربنا هيسالك. وكتيبات، كتيبات دكتور محمد العريفي، روح اشتريها من مكتبات اسلاميه وحطها في عيادات الاطباء. ايه المانع؟ حاجه في قمه الروعه والجمال. شرايط الطب اللي اثرت فيك او فيك، روح هاتها وزعها على الناس وعلى المواصلات. لازم يا جماعه، مشاريع صناع المعروف، مشاريع الدعوه الى الله والنزول للدعوه ودعوه اصحابك والتربيط مع اصحابك عشان التراويح والتهجد، ولو عامل عزومه في الفطار بقى ساعه الفطار. يبقى اذا دي فتره المفتوحه اللي احنا نشتغل فيها باذن الله سبحانه وتعالى بانفتاح لينا. خلاص يا جماعه، خلاص يا رجاله، دي اول حاجه. بعد كده صلاه العصر، تكبيره الايه؟ الاحرام، لا، تكبيره الاذان.
تكبير الأداء. طب من العصر للمغرب هنعمل ايه؟ هنعمل اخطر ورد في اليوم كله. ايه هو؟ التحضير للتراويح. الجزء اللي هيتقري في التراويح بالليل ده حضله من الوقتي. ده حضله ازاي؟ بدل ما تنام سرحان. حرام حرام كل يوم كل شهر 3 ساعات 30 يوم نقف رجلنا واربع احنا مش فاكرين مش فاهمين حاجه. لا نحضر الجزء نقراه او نسمع تفسيره او نقرا تفسيره او نقراه بخشوع شديد. وهتدعي لي والله العظيم لما تقف في صلاه التراويح تلاقي كل حاجه متغيره في قلبك. طيب وقبل الفطار الدعاء اتصلوا على رقم 222 الرقم الخيري. ايه الرقم الخيري ده؟ واحد صاحبنا قالها لواحد فقعد يتصل 222 محدش بيرد عليا. قال له يا ابني ركعتين الساعة 2 بدمعتين لربنا سبحانه وتعالى. الدعاء في المسجد اوعى يبقى بره المسجد. الفطار نعمل فيه ايه؟ كل يوم افطر مع والدتك، افطر مع رحمك، افطر مع قرايبك، افطر مع اخوانك، اعزم على الفطار، اعزم جيرانك على الفطار النهارده ورحمك بكره واصحابك بعده وقرايبك بعده. يا جماعه لازم الفطار ده يبقى ورد عباده رهيب رهيب. لازم نفطر الناس كلها، نورد تفسيرها في تفطير الناس بقى. طيب وبعد كده ها من المغرب للعشاء ننزل جري على المسجد عشان الجزء يتقري تاني باذن الله سبحانه وتعالى، عشان نقرا الجزء للمره الثانيه باذن الله سبحانه وتعالى. خلاص يبقى كده قرينا الجزء مرتين. نقف في التراويح ابشر بقى بخير التراويح مرت عليك منذ ولادتك امك. خلاص صلينا التراويح، بعد التراويح هنعمل ايه؟ لا كلام ولا سلام، نروح بيوتنا لو في مشوار دعوي سريع ولا اي حاجه وخلاص نروح بيوتنا عشان ناكل وننام. نصحى للتهجد، التهجد التراويح عملنا فيها ختمه على مدى الشهر، ختمه سماع. ختمه سماع ليه؟ لان احنا لما نسمع القران طول الشهر كاننا ختمناه مره بس ختمه سماع. طيب التهجد لازم نتعود على التهجد الفردي بقى، قيام الليل الفردي لازم. وادارات المساجد اعملوا تهجد، انقذوا الشباب اعملوا لهم بيئه. ايه المشكله اما تجيب مقرئ ولا اتنين مقرئين متبرعين ولا باجر يا سيدي، ونعمل بيئه للشباب بدل الخياب الرمضانيه والسهر قدام التلفزيونات. يبقى نعمل التهجد وتقومي في بيتك التهجد على قد ما تقدري. طيب جميل. بعد كده السحور، بعد كده صلاه الفجر، جلسه الضحى اخطر ساعه في اليوم، الساعه اللي لو بداتها صح اليوم كله صح، البدايه بتاعت القاطره بتاعت اليوم كله. يبقى اذا جلسه الضحى يا شباب 30 حجه 30 عمره 30 غزوه، مجاهد عابد حج معتمر قطعت الدنيا كلها عباده وجهات. يبقى الساعه دي خطيره، يبقى ساعه جلسه الضحى دي جديه. ما يقعدش بقى الناس في المسجد ده يكلم ده وده، لا وشك للمصحف باصص للقبله، ساعه في قمه الجديه، وتقوم بعدها تصلي 4 ركعات لله ربنا يكفيك طول اليوم كما صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما رواه رب العزه في الحديث القدسي: عبدي لا تعجز ان تصلي لي 4 ركعات اول النهار اكفيك اخره رزق وكل حاجه. طيب من الضحى للظهر يا سيدي نام روح شغلك. ما ننساش ننوه على ان في رمضان المشغولين، انا بروح شغلي خلاص عندك من العصر للضحى، وانت عندك بقى من ايه؟ من الضحى للعصر اعمل اللي انت عايزه وروح شغلك ونام. رمضان الستات انا عندي 3 عيال لسه اطفال اعمل ايه؟ يا ستي اذا كنت مش هتقدر تصلي تراويح تحت عندك 1000 عبادة تعملها، ما تضيعيش رمضان. رمضان المعتمرين انا رايح عمره اعمل ايه من اللي انت بتقوله؟ كل اللي قلناه بس تزود عليه الطواف حوالين الكعبه بعد كل صلاه. انت رايح تطوف وتدعي، اوعى تنسى العباده الخطيره دي. طيب رمضان المحترفين اللي عايز يبقى داعيه بكره الصبح طول النهار كل وظيفتك انك تقرا في تفسير الجزء بتاع النهارده، وبالليل من اول المغرب لغايه الفجر كل وظيفتك انك تقوم به الليل وتتهجد به وتسمعه في التراويح وتقراه بين المغرب والعشاء مره تانية، بحيث انك هتخرج في الاخر وجبه قرانيه خطيره. خلاص يا رجاله، يعني انا يعني حاولت ان انا الم على قد ما اقدر.